السلام عليكم. بالنسبة للاعبين فواحد الحالة اللي هي ممتازة نفسانيا ومعنويا. هذه الطريقة ديال اللعب اللي دوزوا هاد السنة كتخول لهم باش يمكن لهم يديو تلقب. كنتمنى على الله يتلقاو مع الجيش عاوتاني باش تكون فرجة وتكون متعة نظرا لأن الجيش مدت الشامبيونات دات الرجاء وبغينا احنا الفرجة وأي فريق اللي في المستوى راه غادي يعاود يستحق ينتظر لأن البيبليك كله كيتسنى الفرجة. هذا اللقب هذا كنتسناو تا هو باش يدخل الخزينة ديال الرجاء البيضاوي لأن يستحقوه نظرا للإمكانيات اللي كاينة حاليا دابا في الرجاء ولا لهاد المورال اللي كاين وهاد الشعب ديالو الرجاوي. نتمنوا على الله ما يخيبش الظن ديالهم ويكونوا في المستوى كاع بجوج. الزواجيه باش يكون مكتب اول حاجه خص يكون مكتب مستقر اللي كيكون استقرار ديال المكتب والمدرب يمكن الفريق ينجح. الا ما كانش استقرار ديال المكتب وديال المدرب ما عمرو ينجح نظرا حيت دائما اللاعبين كيتسناو الحاله الماديه دائما تيقول كانت سال المورا ما تيكونش ما عطاونيش هذه. المهم كان عدد ولله الحمد دابا اللي ولا دابا اللعاب كيسين وكاين الكونترا ما خصوش يحضر على الفلوس لان فلوسه مضمونين الاستحقاق ديالو ما غاداش تضيع له. يخمم في حاجه واحده هو انتصارات اش غيدخل الخزينه ديال المستقبل ديالو يكون عنده بارماريس في الشامبيون في كوب دافريكا ديال اخره ويحاول يبحث على نفسه باش يوصل لكيب ناسيونال.